أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. ورجعني لكم أعزائنا المستمعين، وشكرا لكم اللي عدلتوا الموجة على الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. ومع بعضنا في برنامج أكلات من الجهات، مشينا اليوم الجهة الكيف اللي هي المدينة المزيانة المعروفة بجبلها ومعروفة برشا حاجات حلوين فيها، زادة مكلتها البنينة والمرأة المجدية الكافية مع مدام راقية المرأة بتطيبنا في الجزء الأولاني البرزقان. دونك توا مش نطيبوا المريشة هكا ولا ايه؟ شوف المريشة هي راي مكلة كافية، زادة كافية متاع جبل تاع الكيف، يعملوها برشا بالدجاج العربي، ياكلوها بالدجاج العربي وبنينها برشا وسهله وما تستحق حتى شيء فريمون، وبنينه. انا كليناها وذقناها ياسر بنينه، ياسر بنينه. هي شويه تشبه للنواصر، اما افاسون نتاع نتاعهم هما نتاع الكيف نتاع نتاع الكافيه نتاع الكافيه يعملوها يشيخوا عليها. وبالمناسبه بالحق مدام راقيه رانا نقدموا تحيه كبيره لجماعه واهالي الكيف، وزاد فما برشا كافيه موجودين لهنا في القروان يعيشوا في القروان، فما برشا كافيه. تحيه الاهل الكيف نقولوا نقدموا لهم تحيه. وتو الطقس نتاعهم بدا تحفون على الاخر، تخلي الشتاء تو تخلي الشتاء، هو هذه تتكلق عليك في الشتاء. هذه المريشه، شنو هي المريشه؟ هي الوغ المريشه تاخذ انت سميد الارطب تخفى ومعاها مغير فزيت وشويه ملح وماء وتعجنها تحركها تتحرك. تتحرك علاش تتحرك؟ خاطر تتحرك بالكدا، خاطر هي باش تجيك هي، علاش؟ خاطر هي بعد باش تتشوي وتتكل. تتحرك وتخليها ساعة ترتاح، ساعة كاملة ترتاح. دونك العركين مهم على الاخر. مهمات تريز امبورطون، العركة يلزمها العركة في هذه. انت اونتخ تون تاخذ الدجاج العربي، بون اللي ما عندوش دجاج عربي هما تتعمل في نتاعهم في الجبل نتاعهم، يعملوها وقت البرد وقت الدجاج والكل ويسخنوا الطاجين تجي محرحرة. هي محرحرة، تجي حارة، تجي بالهريسة. ديجا بالهريسة، بهريسة نجمة تجي بنينة، بهريسة نجمة تجي بنينة هي. وعندهم زادة نجمة الهريسة الهروس، زادة جو طلعوها زادة بنينة. بون الوغ شو يعملوا هذي؟ تاخذ الدجاج تقصوا اون مورسو، تقص له البصل، الزيت، الملح، الفلفل الكحل، تابلوا الكرويه، الثوم والهريسه والطماطم المعجونه كونسونتري وشويه طماطم معجونه. عندهم زاد نجمه عندهم طماطم معجونه. تحط لهم الثوم والكرويه وتحطها تتقلى بالدجاج بالكل وتحطها تيب تمرق. هي طابت تخليها تيب على روحها. انت اونتخ تون شغل تعمل تمشي لك المريش نتاعك، نحن نسميه المريش. هو اللي السميد اللي عملناه، عرفناه السميد اللي عملناه وعرفناه بالكدا بالكدا كما قلت لنا، وخليناه يرتاح ساعه لو طون. انت طيب في المرقه نتاعك، انت طوش تليها بالعجينه. تاخذ العجينه هذيك اروع وتعملها كعبرات وتحلها، تدهني ديك بالزيت، تحلها تحطها في الطاجين التيب، طاجين ولا تيفال فما حتى مشكله. الزوز يمشي تيب الكعبه، تدانا تعملها من دغوات يا غوش، معناها من جهتين، وتحطها ترتاح وانت باقي المرقه بتاعك قاعده تيب. بعد هي تيب تريشها، مريشه تمرشها، تفرشها تريشها 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 الوغ تريشها، تعملها تف 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 حتى تفها كيما بيدينا، ما تستحقش المقص لحد شيء، السكينه بيدينا. اش تعملي اروى؟ تحطها في الشقيله نتاعك وتمرقها بك الصوص السخونه، معناها من الطاجين نتاع الكعبات هذوما، تاخذ الصوص من اللي نتاع الدجاج. معناها والمريش هذا ما يلزموش يبدا يابس هكا ولا تعملها فين على الاخر، تعملها اروى. بعد انت اروى تسقيها وتغطيها تخليها ترتاح، تحط لها دجاجها وحمصها والبصل نتاعها والقرين الفلفل الاخضر والاحمر اللي رميتهم، وتسقيها وتغطيها، وبو دو ان كاردور اون دوميور تحطها فوق الطاوله. ما بنها ياسر بنينه وتحفونا على الاخر، ياسر حاجه بنينه ماكله نتاع الكيف، وذي عملوها الفوق في الجبل. قالك تعرف ايش يعملوا لها هذه يا روى؟ كي يخرجوا باش يحسدوا وباش يجمعوا الزيتون. ليه يطيبوها سيغ بلاس؟ سيغ بلاس قتلي نشعلوا الغنيه،
قد نشعلوا الغني نعجنوا العجينه نتاعنا على حطبنا على حطب نعجنوا قد العجينه نتاعنا نخليها ترتاح نحطوا بعدك الدجاج يطيب بالعربي ويذبحوا ويريشوا ويعملوا كل شيء كل شيء في وقته ويحطوا اكل الطنجره هذيك تطيب على الغنيه في على الحطب ارتاحت العجينه طاب الدجاج يفتر شو كل واحد يسقيه هذيك فطوره وقت وقت الحصدين يحصدوا وقت اللي يجمعوا الزيتون هذه ماكلتهم تاع تاع الكيف لي كيفوا معناها يعملوها بالقدي بالقدي معناها ولا 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 والبلاد اللوطه يعملوها يتفكروها يعملوها وقت الحصاد وقت جمعان الزيتون خاطر هي جايه من وقت الخدمه نتاعهم وقت الفلاحه نتاعهم وماشي صعيبه ديجا معناها جوست نخليوها ترتاح اللي خليها ترتاح وعملها ونحن بالطبيعه لازمنا نجربوها خاطرها ظاهره فيها بنينه على الاخر كل مره قلنا احنا مدام راقيه هانو احنا نعطيوكم برشا ديروسات نتاع قداش من بلاد انت تنجم الطاوله نتاعك تنوعها بلا من تونس بلا من بنزرت من صفاقس والله من القروين انا معك انا اصحابي وحبيباتي ولي نراهم في الخدمه نتاعي كل شيء يقولوا لي تعرف شيخي والله عاملين جو معناها الدباره ديجا مسهل عليهم منوره اروى ديما وعامله جو يعيشك يعيشك انت زاد منور ايه حسيت له هذه دونك المريشه هي المريشه أي عملنا أي البرزقين وعملنا المريشه توا نمشيو مش نمشيو لحاجه حلوه هكا ولا خاطر هما معروفين زاده بالحلو نتاعهم هي المدموجه عندهم مدموجه على الغنيه يعملوها ياسر بنينه على الاخر شوف المدموجه نتاعهم ياخذوا مثلا 300 غرام سميت عرفت عليه 60 غرام زيت زيتونه زيت زيتونه هذه خاطر عطاتنا الغوسيت اللي انا شفتك باش تعمل فيها عجبتني الحقيقه قلت لها بريسيز مو لا غوسيت سي بور باش نحطوها في الغاديو معناها دونك توا يلزمنا ستيل ورقه كذا هذه بال 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 بالغرام ياسر بنينه 300 غرام سميد عليهم 60 غرام 60 ملم زيت زيتونه ملح و ابوبري 250 غرام ملم ماء 250 مليلتر ماء تعجنها هذه زادها تعركها تعرف تعجنها وتعرفها جينا ما يسالش في شويه عركها ما يسالش مش مشكله وتخليها ترتاح به انت تاخذ السيغو تعمل كاس سكر عليه كاس ماء مغرفه نتاع قهوه قارص ومغرفه عطر كيلا كيلا معناها لهنا السيرو كيلا كيلا عطر وتخليهم يتيبوا اونتر طون انت ايش تعمل تاخذ الفيكه نرجعوا للفيكه تاخذ البفريوه والزوز واللوز واللوز والفستق الفستق ومن بعد تاخذ انت الدقله تقصها وذوما تقليهم كما تعودنا بك القليل تحط الدبلين بالطبيعه بعد انت وانت قلت ما نحطوهمش في الفوق تحطوهمش في الفوق بريفيرونس نقليهم تخليهم في شويه الزيت تاخذ اكل العجينه هذيك من بعد تحلها كما عملنا نفس الشيء في المريشه عملها وتريشهم وتفترشهم وتفترشهم تصب لهم البونتا اي معناها هذيا المريشه والمدموجه بريسك نفس نفس الغسيل نفس الاخرى مالحه مالحه وهذه حلو معناها اللي عنده بروجرام باش يعمل المريشه والمدموجه يعملهم فرد مره نفس العجينه تعمل انت مالحه تاكلها بالدجاج وتعملها مالحه بنينه برشا بشويه رايب بشويه بن وتعمل الاخرى حلوه بالفيكيا وبالبونتا هذه اللي انا عطيتك الريسيت نتاعها تاخذ البونتا تسقيها بالبونتا نسقيها بالبونتا وتحط لها الدقله فيسع فيسع وهي سخونه البونتا سخونه والوحده سخونه ريت العكس نتاع رفيست الروز اللي عملناه في تونس هذه سخونه البونتا من النار للنار نتاع المريشه هذيك نتاع باش تشربها زعما للمريشه وتحط لها تزيدها زيت زيتونه ومن بعد تعمل انت الدقله باش تسخنك الدقله تتعسل تولي معسله في وسطك الواحد ومن بعد تحط الفاكهه شويه في وسطها هذه ما تستحقش لا سكر لا حتى شيء ديجا البونتا حلوه ولا الدقله ديجا بطبيعتها حلوه دونك ما نستحقوش باش نعملو عندك السيغو نتاعك ما عندك ما تستحق للوحده ومن بعد اروى تعمل الفاكهه تزينها من الفوق تزينوا الفاكهه وتحطها في صحيفات في الديكوب تقدمها هذه حتى الضيف يجينا عاد ضيف معناها تحفونا على الاخر انا كنت عندي شويه
حاجه نعملها يشيخوا عليها العباد. بنينه على الاخر، ليه ظاهره بنينه وانت محلاها طريقه التقديم بتاعك تحسها سهله على الاخر، معناها نعيشوها الحكايه، تقول علينا في الكوجينه وقاعدين نطيبوا مع بعضنا. وفما ناس اخرين في عوض تعملها هذيا في الغني، ومش في الغني، في الطاجين ولا في الطاجين فيها لا ميم غوسيت، اما تحلها بالقلقال برشا 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 وتعملها ديكاري 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 وتاخذ شو اسمه السكينه وتشقهم في الوسطك اللي كاري وتقليهم في الزيت وبعد تعملهم هكا بيديك ونفس الطريقه بالبونتا وبالفيكي هذيك. هي كانت تحب تعملها كيما عملناها طريقه الـ في الـ في التيفال في تشريها تعملها كيما المريشه، كانت تحب تقليها في الزيت زوز يعني اوشوا كيف كيف اللي ما تاكلش المقلي وتحب معناها تحافظ على معدتها كل شيء تعملها مشويه. تحب تعملها مش مشويه، تعملها مقليه زيد سي اوسي بون لي دو ال سون بون، معناها زوز بنين برشا وكيف كيف. اما انت وشو تخير، يا مشويه يا مقليه زوز واضح كيف كيف. واضح واضح. يعطيك الصحه مدام راقيه، احنا توا عملنا المدموجه وعملنا المريشه وعملنا البرزجين، ان شاء الله نرجعوا لكم من بعد في الجزء الثالث، اما توا نخرجوا فاصل ونرجعوا لكم بعد شويه. اكلات من الجهات في مطبخ الحياه، في مطبخ الحياه.